الاسماعيلي من المباريات الصعبه جدا، حتى لو بنشوف النادي الاسماعيلي في بعض المباريات حتى لو مع انديه كبيره ما بيبقاش هو النادي الاسماعيلي، لكن امام النادي الاهلي بيبقى حاجه ثانيه خالص. النادي الاسماعيلي فاز في مباراته الاخيره امبارح على الداخليه بنتيجه 2-0، فبالتالي ضمن البقاء في بطوله الدوري، بالتالي كمان عندهم معنويات مرتفعه قبل مباراه الاهلي، وعنده العديد من النجوم على فكره المميزين في قائمه نادي الاسماعيلي، فبالتالي هنا اكيد مباراة صعبة جدا ومباراة قوية جدا، وهي أهم بالنسبة للنادي الأهلي. طبعا مباراة الدور الأول، وده هدف اللاعب محمد شريف لاعب النادي الأهلي، فبالتالي المباراة دي أكيد مهمة أكتر للنادي الأهلي. ليه؟ لأن الإسماعيلي يعني ما بيسعاش إن هو بيلعب على مراكز معينة ولا حاجة، وكان هدفه الأساسي هو البقاء في بطولة الدوري، ده حصل من خلال فوزه على الداخلية في المباراة اللي فاتت. فالصعوبة أكتر عند النادي الأهلي، اللي هو مش هينفع بالنسبة للنادي الأهلي وجماهيره أنه هو يفقد أي نقطة من النقاط التسعة المتبقية في بطولة الدوري، حتى لو أنت عندك أمال، لو تعادلت مباراة برضو والفرص في إيدك، لكن جمهور النادي الأهلي دايما بيبقى عايز الفريق يفوز بكل المباريات، فبالتالي أكيد تركيز مهم جدا من خلال استئناف النادي الأهلي لتدريباته النهاردة بعد الراحة كانت لمدة 24 ساعة امبارح بعد مباراة إنبي الأخيرة وفوز 2-0. الفريق أكيد استأنف تدريباته، أو في هذه اللحظات كده وأنا بكلمكم بالظبط عدى 15 دقيقة أو أقل قليلا من تدريبات النادي الأهلي استعدادا لمباراة الإسماعيلي المقبلة. كل التوفيق للنادي الأهلي في الاستعدادات، وكل التوفيق بشكل أهم كمان في هذه المباراة عشان تكون خطوة جديدة وانتصار سادس على التوالي للنادي الأهلي في بطولة الدوري، نحو طبعا حفاظ النادي الأهلي على هذا اللقب الهام والغالي جدا عند كل جماهيره. طيب، في جزئية